وقف على خشبة المسرح وقدم العديد من الأعمال، مسرح وسينما، وازدادت الأعمال بكل دور قدمه العبادي. من عطر الزيتون والزعتر، من كبرياء المحبة التي نشأنا على أدواره بها، إنه الفنان الأردني الأصيل محمد العباد. أستاذ محمد، من جبل القلعة والمكان الجميل البديع اللي احنا فيه، أنت منور بيت للكل. نور عليك. وفرصة بقى نعرف رأيك في النسيج العربي، شايفه إزاي؟ يعني برأيي أنه النسيج العربي متقدم جداً عن موضوع السياسة. يعني المجتمع العربي من المحيط إلى الخليج بتحسيه كأنه مجتمع واحد. القومية العربية مخزون في وجدانه من طفولته، فلذلك يعني بتحسي وكأنه التونسي والمغربي والمصري والأردني والعراقي والفلسطيني مجتمع واحد. إنما ممكن يختلفوا باللهجات، يعني بتفرقهم اللهجة، لكن بتجمعهم المضمون، مضمون الإنسان العربي، مضمون القومية العربية، مضمون العادات والتقاليد الموروثة أباً عن جد في هذه المجتمعات العربية. التقيت مع توانسة، التقيت مع مغاربة، التقيت مع عراقيين، التقيت مع مصريين، التقيت مع سوريين. يعني ما بحس أنه في بيتي وعن بيته في خلاف، أو هو غريب عني أو أنا غريب عنه في الحالة الاجتماعية وفي الحالة الإنسانية. من ناحية المطبخ بتلاقي الأكل واحدة، الوطن العربي موجود. أستاذ محمد، نحن لما بدنا نشوف أي مسلسل بدوي مندور على اسم الأستاذ محمد العبادي، منشوفك دائماً متواجد بالمسلسلات البدوية، ولكن السنة 2021 كانت مختلفة على الأستاذ محمد العبادي. كان في هناك ثلاثة مسلسلات: بلاقي عندك شغل، جلمود الصحاري، ولعبة الانتقام. مسلسلات يعني متعودين عليها، ولكن بلاقي عندك شغل كان هناك في صورة جديدة للأستاذ محمد العبادي بالكوميديا. مرات الفنانين بخافوا يخطوا خطوات غير معتادة بالدراما، ولكن نقلت نقلة نوعية، وأنا أحييك، أبدعت ويعني أسرت كل المتابعين. تحكي لنا عن هذه المسلسلات وتحديداً بلاقي عندك شغل. يعني شوفي، خليني أبدأ في بلاقي عندك شغل، كونه شيء يعني شيء جديد علي في الحالة الفنية. نعم. عبر سنوات طويلة في الدراما، يعني أنا متنوع حقيقة في الدراما، يعني مقدم تاريخي، مقدم قروي، مقدم معاصر، ومقدم بدوي. يمكن اللون البدوي يعني دخل في وجدان المواطن العربي، وهي بنرجع للمسألة المجتمعية. نعم. إنه أنا كمان لاحظت كثير من الدول العربية حتى المغرب، صحيح، بأنه لما يتفرجوا على المسلسل البدوي، صح، بقول لك هذا تاريخ أبائنا وأجدادنا، هذا تراثنا، بيعبر عننا، بيعبر عن هذا، صح، عن هذا الحالة. وإحنا يعني بغض النظر عن الحضارة أو المدنية اللي أخذتنا، نعم، احنا في داخلنا ما زالت البدويه موجوده، او صح، او التقاليد القديمه موجوده، صح، في كل بيت عربي، صح، موروثنا. نعم. طيب استاذ محمد، 53 سنه من الاعمال والتنوع الجديد في بلاقي عندك شغل، تحدي مهم بالنسبه للسيد محمد العبادي، لكن في طول هذا التاريخ الفني الكبير من 69 باب العمود الى ثلاثيه 2021، نعم، لن نسأل عن البدايات، لكن نسأل ونقول: ما الدور الذي لم يجده حتى الآن السيد محمد العبادي ليؤديه، يطمح إلى أدائه؟ الفنان الأردني أو العربي قراره مش في إيده، يعني مش هو الحر بالاختيار. يعني في الإنتاج، المنتجين أو القطاعات المنتجة هي اللي بتختار المواضيع، وهي اللي بتختار ماذا تريد أن تقدم. أنا في السبعين، في بداية الثمانينات أخذت قرار أني أنا أنتج. نعم. وأنتج كفنان وليس كتاجر، ماذا أريد أن أقدم؟ هل الفن اليوم بتعارض مع الربح؟
يعني انت بتشوف انهم بتعارضوا انه يكون الفنان صاحب رساله اصيله موجود وبربح، ليش لا؟ لا موجوده هذه مش غايبه، ولكن بحاله نسبيه. يعني انا ما بدي اشطح كثير بالموضوع، لانه في الحاله الفنيه العربيه مرقت في مراحل. صحيح. يعني في مرحله من المراحل في زمن التلفزيون الاردني لما كان ينتج، كان في هناك اتفاقات ثقافيه عربيه ما بين الدول، فبالتالي كان ممكن انه المحطات العربيه من خلال القنوات الرسميه يعني انها تقدم اعمال ذات يعني ميزه عاليه، ما هدفهاش الربح بقدر. نقطه مهمه كمان، هل بتشوف انه المنتجين ظلموا الفنانين اللي شوي كبار بسبب التقدم كمان في الادوات؟ صاروا يستعينوا مثلا في فنان صغير بالسن لكن يحاولوه في عمر اكبر. يعني تكاثرت المسلسلات والاعمال على الشباب اكثر من بس نجاح لديهم خبره في هذا المجال، حتى هذه موجوده في جميع الوطن العربي. صحيح. طب يعني هل مثلا هنا اسمح لي، حضرتك قلت تكاثرت الاعمال على الشباب، ما هو كمان احنا عالمنا العربي مليان شباب لان موضوعات الشباب كثيره. سؤالي اللي انا عايزه ارجعه في حكايه المنتج بالذات ووجود حضرتك، مره في حديث كان مع الفنان كمال الشناوي قال ان هو لولا ان هو اصر وغامر بانه يغير من جلده ويقدم دور مختلف، كان في فيلم المراه المجهوله طلع شويه شرير، والا ما كانش هيعمل الدور ده ابدا لانه بيظل المنتج شايفه في دور واحد. انت تعرضت لنفس الموضوع؟ أنا ما تعرضت لنفس الموضوع، لكن أنا الآن بتعرض لنفس الموضوع. يعني في بهذا السن اللي أنا فيه يعني أصبحت يعني مقولب في البداوة في دور الشيخ أو في دور الأب، وعادة دور الأب أو دور الشيخ لا يكون الدور الرئيسي، يعني ما هوش البطل مثلا. بالعكس زي الذهب بحكي لك كل ما يعتق بصير زينة وخزينة، وإحنا يعني نفتخر فيك. خلينا نشوف مجموعة من أعمال حضرتك ونعود للحوار مع القامة الفنية الأردنية والعربية. محمد العبادي كونوا معنا. مشاهد حلوة لمسلسل ومسلسلات وأعمال مع الأستاذ محمد العبادي والدراما الأردنية. أنا سعيدة إن إحنا نتفرج والعالم العربي يشوف كل أنواع الدراما، ما يبقاش شكل واحد، لأننا بجد عندنا يعني قد إيه حاجات حلوة. هياخدني ده للمشاركات، يعني المشاركات العربية. أستاذ محمد، حضرتك كان ليك مشاركات جميلة مع الفنان يوسف شعبان، فنان عبد الله غيث وحمد غيث، كلمني عن المشاركات دي، كان شكلها ايه؟ موضوعات كان ايه؟ تعاونتم ازاي؟ يعني هو سؤالك بخليني ارجع لانتاج التلفزيون الاردني. حقيقه التلفزيون الاردني بقدر اقول بدا عروبي بمواضيعه وبمسلسلاته، بدءا من اول مسلسل اللي هو فندق باب العمود اللي كان لي شرف العمل فيه كبداية إلي بالأعمال الدرامية التلفزيونية. كان معنا مجموعة، كان التلفزيون الأردني من صنع الدراما كمان، من أوائل من صنعوا الدراما والمشاركات العربية. نعم يعني كانت المسلسلات في بداية التلفزيون الأردني باللغة العربية الفصحى حتى يكون في هناك مساحة لمشاركة عربية. يعني ما هياش اللهجة موجودة، اللهجة المحلية أو المحكية، حتى ما تكونش في صعوبة في مصري أو في عراقي أو في إنه يكون مشارك وتكون عليه صعب اللهجة. فكان التلفزيون الأردني يقدم المسلسلات باللغة العربية الفصحى. فمثلا في بداياته كان معنا ممثلين لبنانيين، كان معنا ممثلين سوريين، كان معنا ممثلين مصريين. الله يرحمه محمود مرسي اجى اشتغل في الاردن، صلاح قابيل، صلاح منصور، صلاح قابيل، سناء جميل، احمد مرعي الله يرحمهم جميع. طبعا احنا بنحكي عن قابات خسرتها الدراما كبيره، خسرتها الدراما العربيه وخسرها الوطن العربي بشكل عام. كان في لهذا اللون من الدراما الاردنيه اللي انطلقت باللغه العربيه الفصحى منها تاريخي وحتى منها معاصر.
يعني مثلا في بذكر انا عملنا احنا مسلسل من التلفزيون الاردني، يعني عمل مسلسل مشترك مع مصر في مسلسل اسمه على هامش السيره. طبعا كان انتاج اردني مصري مشترك، وكان في هناك مسلسلات كثيره اردنيه عربيه مشتركه في دول الخليج، في ابو ظبي، في دبي، في قطر. كان في هناك نتيجه الاتفاقات الثقافيه ما بين الدول الرسمية في المحطات الرسمية، لكن هذه اختلفت الآن الحالة نتيجة أنه أصبحت القنوات الفضائية قنوات حرة تجارية. ممكن يكون برنامج بيت الكل أو بيت للكل هو نواة للإنتاجات العربية المشتركة، إن كانت برامج، سينما، مسلسلات. حضرنا هيك تقرير بسيط عن أكلاتنا، بتعرف هاي آخر حلقة بشهر رمضان الفضيل. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لبيت للكل، خليكم معنا. يعتبر المطبخ العربي واحداً من أهم المطابخ العالمية في شكل الأكلات التي يقدمها، ولكن لكل دولة ما يميزها من أطباق مختلفة ومسميات مختلفة. المطبخ الأردني مطبخ غني ومتنوع ويعود بتاريخه لعشرات السنين، إلا أن الأكلة الأشهر في الأردن هي المنسف، وقد ذاع صيت هذه الأكلة بشكل كبير في الخارج، ومن هنا قد تهاتف الجميع على تعلم أصول هذه الأكلة الأردنية العريقة التي لا تصل إلى مرتبتها أي أكلة أخرى. المنسف مفخرة للشعب الأردني، إذ يرمز في العادة إلى المناسبات السارة، ويقدم أيضاً في العزاء ليكون رمزاً للتعاضد والتآزر في الأوقات الصعبة. عند دعوتك إلى المنسف أعلم أنك ستتناوله بيدك، على الأغلب لن تجد أدوات المائدة حولك، فهذه هي عادات المنسف. أما في العراق فتختلف أطباق الطعام باختلاف المحافظات، رغم أن هناك إجماع على أكلة الدولمة والسمك المسجوف الذي يعد على الفحم الطبيعي والباجة. ففي البصرة المطلة على الخليج العربي تشتهر أنواع من الأسماك مثل الزبيدي والصبور والقجام، وتتنوع باتجاه بغداد لتشمل القوزي والدولمة والمسكوف والبرياني والشيخ محشي والمقلوبة والفسنجون وكبة الموصل. ولا تكتمل الوجبات العراقية إلا بحضور خبز التنور، ومن حلويات العراق المعروفة ومعجنات الكليجة التي يقابلها المعمول في الشام، ومن السما والزلابيا والبقلاوة. وبالنسبة لفلسطين يمتاز المطبخ بالتنوع على صعيد الأكلات الشعبية مثل المسخن الشهير بلمسات فنية، حيث يدمج زيت الزيتون والسماق البري واللوز والبصل وخبز الطبون الفلسطيني. وكان من الأكلات الأشهر في فلسطين القدرة الخليلية، صعبة التحضير والمحبوبة الجماهير، 3 ساعات من الطهي بقدر حاسي لرز مع اللحم ونكهة السمن البلدي. أما المطبخ المصري فهو واحد من أقدم المطابخ العربية، وأهم ما يميزه المكرونة بالبشاميل والمحشي والملوخية المصرية. ولو اتكلمنا عن الكشري فحدث ولا حرج عن هذا الطبق العجيب اللي بيجمع تقريباً 6 أصناف في طبق واحد. ولما نحب نتكلم بقى عن الفول، في منه بالزيت الحار والحلو والزيتون والسمنة والزبدة والإسكندراني والطشة واللبناني وغير مشتقاته الطعمية واللي ليها مسميات كتير. من أشهر الأكلات اللي دايماً ناخدها معانا وإحنا مسافرين كهدايا أكيد هي الحمام المحشي والبطارخ. الله الله الله،
الله على هذا التقرير اللي أكيد جوعنا فعلا. يعني الدنيا رمضان جوعنا بصراحة، والواحد مش عارف شو من وين بده يبلش، من العراق ولا من الأردن ولا من فلسطين ولا من حتى مصر. أكلنا كنوز بس وحضارة. بس فيها مشتركة يعني هذا أجمل، يعني فيها أكلات مشتركة برضو، وهذا دليل على النسيج المجتمعي بأنه حتى في الأكل في أشياء مشتركة. صحيح. عربية، وهذا دلالة على أنه أيضا يعني موروثنا العربي واحد، تاريخنا العربي واحد، جذرنا العربي واحد مهما اختلفت التسميات. الوجبات والصحون مليانة كرم. طيب يعني من لحم العجين يعني للمكسرات. نعم استاذ محمد، محدش بقى يشتكي من البطاله بعد الاكل اللي شفناه ده. مناطق كثيره وتعرفت على اكلات مجتمعاتنا العربيه، كيف تنظر الى هذه العادات؟ هل يدخل ضمن موروث وعادات وتقاليد تقوي الروابط الاجتماعيه العربيه، ام هي حاله اعتياديه يعني دعوه الضيوف وتلبيه الدعوات ايضا؟ هذه موجوده ابا عن جد. أمك أخذت الأكلة من أمها، وأمها أخذتها من جدتها، وكذا كل هذا موجود. الآن أنا لما بأخذ المنسف، أنا مش ماخذ المنسف على قبل 10 سنوات بعرف المنسف، أنا بعرف المنسف إنه جد جد جدي كان يأكل منسف، بس بتختلف صار هوية اللي بتختلف من جيل لجيل، إنه بيصير في تطور على الأكل. رح نطلع لفاصل صغير كثير، ولكن بعد الفاصل رح تكون معنا الجميلة، جميلة الصوت والأداء وجميلة الروح، غادة عباسي. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، بعتقد ما في أي تعليق ولا أي كلام بنحكى بعد الصوت المميز والموسيقى المميزة اللي ممكن تأخذنا دغري على عالم تاني، خاصة وإحنا في جبل القلعة وفي عمان وفي هذا الجو من الود والمحبة، وفي هذا الصوت اللي لخص بجوز الجو اللي إحنا عايشين فيه. أول إشي القوة بالصخور اللي ورانا، تاني إشي بالرئة وبالجمال وبالأصالة وبالعطاقة، وايضا بنرحب فيكي الفنانه الاردنيه المميزه غاده العباسي في بيت للكل. تسلمي، وكثير شكرا على الكلام الرائع اللي سمعته. تسلمي اكثر. اكيد يعني الجمال عندكم والرقه عندكم بعد ما عندكم غاده. يعني نحن اليوم نشوف فنانه متعدده المواهب، نحن بنحكي عن فن، نحن بنحكي عن تمثيل، وحتى كمان بنشوف شارة أغلبية المسلسلات الخليجية أو حتى البدوية بصوت غادة عباسي. غادة عباسي وين كفتها بترجح، للتمثيل ولا الغناء؟ حداش سامع. لا، هو أنا كتير نسألت هذا السؤال لما دخلت عالم التمثيل. طبعا أنا أقدم في الغناء، بس أنا عندي رأي في ما بعرف، أنا بحس الفنان هو كتلة من الفن. بس في ناس بحثوا بفنهم عن رسالة واحدة لقوها، وفي ناس عندهم كتير رسائل. أنا من فضل ربي علي أنه عندي كتير تجسيدات للفن داخلي، بقدر أعطي رسالة للمجتمع أو أقدم رسالتي من خلالها. طيب أنا سعيدة أولا بيكي جدا يا غادة، ودلوقتي عرفت ليه الفنان محمد منير غنى أغنية يا طير يا طير، بيأكد نفس كلامنا اللي بنقوله، إحنا بنغني أغاني بعض وبنغني تراث بعض. هرجع تاني ليك أستاذ محمد. فضل. يعني معانا دلوقتي فنانة من حيث التمثيل بقى، وكان في مشاركة مع غادة في عمل، كان العمل يعني ازاي كانت كواليسه والعمل كان عامل ازاي؟ انا التقيت مع غادة في عمل اسمه الخوابي، وزوجتها لابني لانه ابني كان يحب واحدة انا ما بدي اياها يتجوزها. ظلم ظلم وراني الوحدة. فتجوزتها لابني على اساس انها تنسيه حبه الاولاني، لكنها فشلت في انها تنسيه الحب الاولاني. كان في شر في الدور ده. يعني ممثل الدور صح. فقصيت عليها لانها فشلت في اللي انا بدي اياه منها. هو قص علي وعلمني الشر، لان انا بعدين قلبت يعني مش شريره، حرقت الدنيا. ويا طير يا طير دربك على باب الله، ظهر انه طير. هذه غادة العباسي، الأم مصرية الأب أردني مواليد الخليج، وإحنا نتحدث عن الهوية والنسيج العربي. صح. إلى أين يذهب الهوى بغادة عباسي فيما بعد؟ هواي عروبي. هواي عروبي. عايزة أقف عند المنطقة بتاعة التعليم. أنت درستي في مصر وتعلمتي، فادك في إيه بقى كمان في فنك؟ درست كمان آثار، درست يعني إرشاد سياحي.
في مصر، ودخلت من الانشنت ايجيبت، جبت التاريخ لغايه يومنا هذا. انت درستي بقى الفراعنه والتاريخ القديم عشان كده احنا جبناكي في القلعه النهارده. فادني كتير يعني. اول حاجه انا نصي مصري انت عارفه، وانا شفتي وانت وانا بكلمك رحت على طول على اللهجه. اللهجه سرقتها. فبنفس الوقت هي كملت حاجه، بس اني عرفت اكتر عن مصر، عرفت تاسيس الحضاره الفرعونيه. انا بدي انتقل لاستاذ محمد العبادي. استاذ محمد، انت من اكثر الاشخاص اللي مثلوا شخصيات متنوعه متعدده، فيها نوع من الشر، فيها نوع من الخير، فيها نوع من الاصاله، فيها نوع من الحب، وانك تنتزع كمان المحبوب والباديه. شو اقرب شخصيه كانت لك؟ شخصية الشاعر الجاهلي طرف ابن العبد. الله. يعني هذه كنت أحس إنه أنا في داخلي هاي الشخصية تشبهك العظيمة، اللي واحد عمره 23 سنة قتل من جرأته، بسبب جرأته، بسبب رفضه، بسبب الظلم اللي موجود. فبالتالي يعني أنا قدمت هذه الشخصية وكأنه محمد العبادي هذا اللي بيكون وليس طرفه. اطير حرية. بما أن احنا بنتكلم على الحرية، فأنا عايز أخدكم لخطاب، يعني احنا محتاجين بجد لخطاب. اللي بيدخل علينا، اللي بياخد فنوننا، اللي بيدبلج فنوننا، يعني انا ابدا ما بنسى ابدا يعني الدراما السورية الرائعة اللي تم دبلجتها، ويعني وبعد كده تاخد صوت الفنانين السوريين على دراما تانية تركية، انه نقعد احنا نقدم فنون وكده وبعدين تسرق هذه الفنون. احنا محتاجين خطاب، رأيك ايه استاذ محمد؟ يعني أنا بعتبر إنه هذا نوع من الهروب من الواقع، أو الإفلاس، إني أنا قاعد بروح لدراما مجتمع غير مجتمعي وتارك مجتمعي اللي هو الأولى إني أنا أركز في أعمالي الفنية في هاي 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 وراها علامة استفهام كبيرة. يعني ليه أنا أهرب لتركي؟ هل هي بس فقط ربحية أو ارتزاق على حساب؟ لا تركي ولا هندي ولا كوري ولا صيني ولا دبلجة، يعني يعني ننتج لمجتمعنا العربي. الأجيال القديمة والكبيرة عاشت ظروف صعبة، لكن لم تتأثر بتيارات منحرفة، بضغوط أخرى، حافظت على هويتها وأصالتها. أنا أتحدث عن هذه النقطة بالذات. والله شوف، يعني هي المجتمع دائما باستمرار بيكون هو العمود الفقري، أو هو العقل المفكر لأي مجتمع. في نقطة كتير حابة نطرحها مع غادة، خاصة مع تعدد الهويات اللي عندك. ممكن يكون في رسالة عامة اليوم للشباب العربي بشكل عام؟ اليوم عم نلاحظ بعد عن الهوية، خجل في الهوية، انبهار بهويات أخرى من البعض اللي خطابهم هدام وهدفه إنه يكون يخرب على الاعتزاز في إنه إحنا عرب، إحنا يعني موجودين على هاي الأرض، إحنا أصلنا زي ما حكى الأستاذ محمد واحد، جذرنا واحد. أول شيء تعدد الهويات هي كلمة مش هقول مش مقبولة، بس الأحسن منها تعدد الثقافات. نعم. بهوية واحدة. جميلة. يعني أنا أمي الحنونة الحبيبة الغالية عمان، اللي يعني بس أشم ريحتها بطول عمري، بس أنا كتير هواي لبلاد عربية تانية لأني عشت فيها وجزء مني صارت. الترويدات هي وجه من ثقافتنا الأردنية، الوجه البدوي الجميل، وأنا الحمد لله عندي تمكن في هذا الجانب، لأنه بغني خليجي، والخليجي كتير قريب من البدوي، الأوزان البدوية المسحوب ولهجاني، فعشان هيك تميزت الحمد لله زي ما حضرتك قلتي في الترويدات. كنت أيقونة حقيقة. هذه الحلقة والقعدة وياكم ما ينشبع من عدها، يعني أنا أتمنى يكون عمر الحلقة أطول ونستمتع بالحديث وياك أستاذ محمد العبادي الفنان الكبير والفنانة الجميلة المتألقة غادة العباسي. شكرا على حضوركم،
ونتمنى إن شاء الله يتجدد اللقاء والإبداع والتألق في أعمال أخرى إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. بشكرك أستاذ محمد، وأنا بتمنى أشوفك في مصر في إن شاء الله. وأعتقد أنك بتاريخك ده ممكن تنير، مش عايز أقول الشاشة المصرية، الشاشة العربية بأدوار حلوة تنور وبيتك. وبشكرك يا غادة جدا، وطبعا أنت نصك مصري فبشكرك جدا. وبشكر كل المشاهدين. أنا من المكان الساحر الجميل، خليني أحكيها أردني، من جبل القلعة. أنا استمتعت قوي قوي قوي، وحسيت بجد إن أنا في الأردن في بيت للكل. هشوفكم لما أرجع مصر بإذن الله. بشكر كل الزملاء الأحباء اللي دايماً اللي بقوا معيلتي التانية. حبيبتي أكيد تحكي، يعني أنا بدي أشكرك على هاي الكلمات الجميلة، وبدي أشكر كل أهلنا في الأردن، وبدي أشكر الفنان محمد العبادي وغادة كمان الفنانة الأردنية، والأصالة اللي أنتوا أفعمتونا فيها في هاي الحلقة ووصلتوا لنا روح المكان. أنا تسمحوا لي أشكركم قبل طبعا ما أكيد بدي أشكركم على فكرة البرنامج وعلى تواجدنا مع بعض. تواجدكم أضاف لي كتير، تواجدكم معنا أضاف لي كتير، لأنه بتمنى إحنا على كل الأوجه نجتمع هيك ونحارب أي ظرف مهما كان صعب بهاي الطريقة، بالحب وبالتجمع وبالهيك بالكلمة الواحدة إن شاء الله. يعني نورتونا وأبسطتونا، متخيلوش قديش أنا فخورة وسعيدة بهذه الحلقة من الأردن العزيز الغالي. وإن شاء الله يا رب نكون قدمنا حلقة مختلفة. بتمنى لكم بقية مساء سعيد.